بعد مرور عام وبعد الصدمة وبعد المماحكات السياسية وتقدم كل بعد كل هذا الضجة الكبيرة، بعد هذا العام تم ترتيب البيت الداخلي السوداني بدرجة أو بأخرى، وهنالك تغييرات كبيرة جدا جدا الآن نحن نعيشها ونعيشها في معادلات وموازين القوى في هذه الحرب اللعينة. وعلى قمة ذلك هو العلاقات السودان الآن البيت، يعني هنالك اختلافات كبيرة جدا وتغييرات على مستوى السياسة، السياسات الداخلية ومستوى سياسة العلاقات الخارجية. إذن الآن تحدث تغييرات، ومن هنا هذه الزيارات تختلف عن الزيارات السابقة، لأن الزيارات السابقة كانت مجرد لطرح وجهات النظر السودانية ولكي جس ما رد فعل الدول الأخرى. أما هذه الزيارات بعد مرور عام هي لخلق علاقة استراتيجية ولجني ثمار هذه العلاقة الاستراتيجية ولتنفيذ تفاهمات على الأرض فيما يتعلق إذا كان يتعلق بالزيارة إلى روسيا أو بالزيارة إلى داخل العمق الأفريقي، حيث منابع المرتزقة ومنابع الجنود التي يتم شرائهم. إذن الآن هذه الزيارات ما يميزها هي أنها تأتي في الإطار العلاقات الاستراتيجية، في إطار ترتيب وتقوية الجبهة الداخلية السودانية لتحقيق الأهداف النهائية والانتصار النهائي والتحرير النهائي. إذ أن هذه الآن التوقيت هو توقيت الانتصار وتوقيت التحول الكبير من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم ومرحلة تحرير مزيد من المدن ومن الأحياء السكنية والانتصار. كل ذلك يحتاج إلى علاقات دولية تسند السودان، يحتاج إلى علاقات دولية تمد السودان باحتياجاته سواء كان من القمح أو من البترول أو حتى من السلاح أو حتى احتياجاته في الصراع وسنده في الصراع الدولي في مؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن الدولي. إذا أن للسودان شكوى ضد دولة الأمارات، السودان الآن يحاصر دولة الأمارات، ومحاصرة دولة الأمارات بالتالي تعني محاصرة الميليشيا وبالتالي تعني محاصرة الذراع السياسي للميليشيا الذي هم يسكنون بأسرهم في دولة الأمارات وتنفق عليهم في كل شيء، وأيضا تنفق عليهم في أنشطتهم السياسية في الدول الأخرى. هذه إذن الآن السودان يرتب في علاقاته الخارجية هذه وفي مراحلها الكبرى وفي مراحل الاستراتيجية. إذن الآن هذه العلاقات قطعت شوطا بعيدا وقطعت خطوات بعيدة. نعم. هل تتوقع أن تكون استجابة روسيا في الجانب الأمني والعسكري سريعة ربما، لأن هناك مهددات ربما لروسيا في المنطقة يعني، وهناك تقاطعات في هذا الأمر، هل تتوقع استجابة؟ كما ذكرت لك هي ليست استجابة، هي توقيع على تفاهمات وتوقيع على مذكرات وعلى شراكة استراتيجية اكتملت كل مراحل النقاش فيها وكل بنودها وكل المصالح المتبادلة، ماذا يريد السودان وبالتالي ماذا يستطيع أن يقدم لتلك الدول. إذن الآن هي مرحلة جني الثمار ومرحلة التنفيذ المباشر، وهذه العلاقات الآن وصلت مرحلة الاستراتيجية ليس فقط لسد الثغرات وإنما هي لبناء قوة كاملة وبناء كل احتياجات السودان والحالية والمستقبلية. هذه هي المرحلة التي الآن إذن الدولة السودانية من هذا الجانب هي الآن تعيش في أفضل مراحلها من هذه الناحية، إذ أنها استطاعت أن تبني وهذه العلاقات أخي الكريم يعني ليس فقط من باب التبادل المصالح ولكن من باب الثقة نفسها، إذ أن الدولة وإن كانت لها مصالح فإنها لا توقع مع الدول مع الحكومات الأخرى فيما بينها إلا إذا توفرت الثقة. الآن استطاعت حكومة السودان أن تجد مساحة كبيرة لها من الثقة مع هذه الدول التي ذكرتها وبعض الدول الأخرى غير المذكورة مثل الصين ومثل إيران ومثل تركيا ومثل قطر ومثل روسيا وبعض التمددات واستعادة مساحة السودان في علاقته مع الدول الأفريقية. كل ذلك أخي الكريم يدل
على أن التغييرات الكبيرة في الجبهة الداخلية وفي السياسات الداخلية آتت أكلها ويعني ظهرت نتائجها وإنعكاساتها على العلاقات الخارجية. نعم.